محلة رقم 5 ببرنامج الحلو الترحال، وثاني محطاتنا مع فيصل شمسة. هالمرة التجربة استثنائية، وهالمرة ما حط فيها الرحال على الأرض، وعاش طول الأيام في البحر، وكل صبح يمر عليه يكون على شواطئ دولة مختلفة يزورها لساعات ويرجع فيها لمدينته العائمة على البحر. تجربة الكروز نتعرف عليها مع فيصل. طبعاً في البداية للكروزات عالم كبير جداً، هي مجموعة شركات، في منها الشركات الكبيرة وفي منها الشركات الصغيرة، وكل شركة عندها فوق 10 إلى 15 وأكثر من أنواع الكروزات وأحجام مختلفة. طبعاً الواحد يقدر علشان يختار الكروز أو يختار الكروز يناسبه أو كروز معين، لازم يبحث ولازم يعرف ولازم يسأل علشان يتوجه حق الكروز اللي يستانس فيه ويكون مناسب حق المتطلبات اللي هو يبيها. الكروز الناس ما تتخيل شلون سهولة الدخول إلى الكروز، التشيك إن، عالم كبير جدا والاستمتاع فيه يعني لدرجة ما حد يتخيلها كلش، وكل الناس اللي راحت وجربت التجربة هذه يعني استانست وايد ومستعدين يكررونها مرة ومرتين وثلاث. فمتعة الكروز متعة كبيرة جدا، هو اكسبيرينس غير مثل ما يقولون، يعني الناس اللي متعودة ان تسافر، احنا متعودين نروح لندن، نروح اوروبا، حتى امريكا، وحتى الناس اللي تروح شرق اسيا، هذه سفرات خلينا نقول مثل ما يقولون تقليدية يعني. بس الكروز ما يعتبر شيء تقليدي، لانه هو المتعة بالكروز ان انا لما اطلع من منطقة معينة، خلينا نقول مثال، احنا طلعنا من برشلونة راح ننام اول ليلة، نقوم احنا واصلين بدولة ثانية بمرسيليا بكل بساطة يعني. فالموضوع الشيق بالموضوع هذا الشيء، ان انا كل يوم انام واقوم بدولة، وحتى الناس لما تفكر او تقول انا شلون يصير الوضع، شلون انزل، شلون اركب، يمشي عني الكروز، الناس اللي ما تعرف تفاصيل الكروز هذا راح يكون عندها وايد اسئلة، وحتى في وايد ناس كانوا يخافون انه يجربون التجربة هذه. فبكل بساطة هو يعطيك وقت ويعطيك جدول معين الكروز نفسه، ان انت عندك من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، مثال انه يوقف 7 الصبح ل7 المغرب، انت عندك هالوقت تنزل 7 8 9، تاخذ لك وقتك في المنطقة، تشوف اهم الاماكن السياحية فيها، وترجع الكروز عشان تستمتع بباقي العروض والوجبات وكل شيء حق الكبار وحق الصغار. فالمتعة بالكروز مثل ما قلت لكم هي شيء ما له حدود. أنا بالسنة اللي طافت كان في كروز هو أحدث كروز وأكبر كروز على مستوى العالم كله، فكان صناعته 2022، وكانت أول رحلة من أمريكا إلى أوروبا، كان راح ينطلق بداية رحلاته في أوروبا. طبعا شركات مثل ما قلت لكم وايد شركات، فهذه كانت شركة رويال كاريبيان اللي هي عندها هذا الكروز، وكان اسمه وندر أوف ذا سيز. على طول حجزت على أول رحلة أنا، كان أنا لأن عندي حب الاستطلاع والاستكشاف، وطبعاً أنا سألت وعرفت إن هذا أكبر كروز وإنه كروز جديد. طبعاً حجزت فيه ودخلت الكروز، كان من برشلونة، كان يطلع من برشلونة يروح مايوركا بإسبانيا، وبعدها يروح مرسيليا بفرنسا، وبعدها يروح فلورنس، روما، نابولي، وفي يوم كامل يسمونه آت سي، يوم بالبحر، وبعدين يرجع برشلونة. هذه تقريبا 8 أيام مدة الكروز. الكروز كان خيالي يعني، فوق انه هو مودرن، في اشياء داخل مودرن، فوق انه العروض كانت خيالية داخل، الوجبات والبوفيهات وكل شيء فيه كان مميز، لانه فعلا احنا قاعد نتكلم على الشغلات الحديثة، الناس يعني قاعد تسوي ابسط الاشياء لما نسمع انه اخر موديل مثلا احنا يعني نستمتع فيها، فما بالك كروز واكبر كروز بالعالم، في حدائق داخل، في مدن مائية، في 4 أحواض كبيرة، ما راح أخلص لو بتكلم عن تفاصيل الكروز، حوض داخلي، في منطقة كاملة يسمونها السوليريوم، هذه مكان مغطى تدخل الشمس حق الناس اللي ما تبي الهواء الخارجي، يعني ما أعطيك تفاصيل، مسارح، مو مسرح واحد، في مسارح داخل الكروز هذا. هي أغلب الكروزات ترى تحتوي على بعض الأمور هذه، لكن الاختلاف يكون في الحجم،
في الأداء مال العروض، نوع الأكل، يعني هذه شغلات اللي تختلف. لكن هذه التجربة كانت يعني فريدة من نوعها، وأنا وايد كنت أكلم الناس على خصوصا هذا الكروز الأحدث، والناس اللي راحت وجربت الصراحة قالت لي إحنا يعني سمعنا بس ما توقعنا إن راح نستمتع بهالكثر. الكبار، الصغار، الأطفال، الكل يستمتع. النوم داخل الكروز، وأكثر سؤال أنا يوصلني إنه ما تحس بالهزة هذه، السي سيكنس والهزة هذه، في وايد ناس حساسين من هالناحية. كثر ما يكبر الكروز كثر ما تختفي تقريبا الهزة هذه، نادرة جدا ما أن الواحد يحس بأن الهزة هذه. فحتى الناس اللي عندهم الحساسية في موضوع الهزة هذه مالت البحر أو حوشهم السي سيكنس هذا أبدا ما حسوا بهالشيء. أنا رحت مع وايد ناس، وأنا طلعت قايد على جروب مع كبار بالسن إلى الكروز، نفس الفكرة، ما حد يحتاج حتى الحبوب هذه اللي تروح اللوعة هذه. فالنوم بحد ذاتها أصلا ممتعة جدا داخل الكروز، خصوصا لما أنا أقوم من النوم على طول أفتح البلكونة ألاقي البحر قدامي يعني. وأهم الشغلة الثانية أن أنا نايم ببرشلونة، أغمض عيني أفتح عيني أنا بفرنسا، يعني بكل بساطة ما حسيت بولا شيء، أنا وصلت ديارة ثانية. فهذا الشيء يعني يعتبر مميز بالكروزات. أجمل المحطات اللي أنا رحت لها طبعا بالكروزات، أنا رحت وايد كروزات، هو بشكل عام بالنسبة لي أنا أحب إيطاليا، مع أن أنا أروح إيطاليا دائما، بس هم لما أوقف بستوب معين بالكروز بإيطاليا أنا أستمتع بإيطاليا. فهو الاختلاف يكون على الأذواق العامة. يعني أنا الكروز الثاني، مو هذا، الكروز الثاني رحت ميكانوس، رحت سانتوريني، رحت كوشيداسي بالروت هذا ماله، فيعتبر شوية الاستوبات مالته لها طابع ثاني غير عن الطابع اللي مال برشلونة ومرسيليا والأمور هذه يعني. ففي ناس تحب مثلا الأماكن هذه تروح الكروز تختار الروت اللي هي أو اللي هو يناسبها. وشغلة ثانية، أنا أحتاج أكون مثلا مع عيالي، ما راح أخذ، أنا أتكلم بشكل عام يعني، ما راح أروح ميكانوس وسانتوريني هالأماكن، ما راح أختار هالروت، راح أختار روت ثاني ممكن إن بالستوب نفسه أونس عيالي ويستانسون بأماكن معينة داخل المناطق اللي راح أنزل فيها. فأنا بالنسبة لي الروت اللي رحت فيه كان فلورنس، كان روما ونابولي، هالثلاث مناطق رحتها، هذا الجوي هذا أنا يعني. الطقوس علشان أنا أنزل مثلا بالمنطقة الفلانية، أول شيء أتأكد 1,000,000% من الوقت، لأنه هذا مو غشمرة، راح الكروز راح الكروز خلاص الكروز يعني. هذه نقطة مهمة بعد، لو مشى عني الكروز أنا ما في أي حل إنه أركب الكروز بنفس المكان، خلاص مشى يعني، ما راح ألحق سباحة ولا راح ألحق طراد، لازم أنتقل إلى المنطقة اللي بعدها، فمن هناك أقدر أكمل الرحلة بالكروز. فهي الاستبات أول شيء أتأكد من الوقت علشان أقدر أستمتع بالوقت اللي هم معطيني إياه. وعلى الأغلب أنا أشوف الموضوع أن الوقت كافي حق أن الواحد يروح مكان مكانين ثلاثة بالمنطقة نفسها علشان يشوف أهم المعالم السياحية في المنطقة وخلاص يعني، لأن هو المتعة كلها داخل الكروز. تصنيف الرحلة أنا بالنسبة لي رحلة الكروز بالنسبة حق جميع أنواع السفرات اللي أنا يعني أسافرها، بالنسبة لي يعني خلينا نقول إذا مو نمبر 1 من التوب 3. ليش؟ لأن أنا أحب البحر. فهذه شغلة هم بعد، أن الناس هي تعرف شنو الاتجاه اللي بتروح له. في ناس يحبون البحر، حق الشباب يستانسون، حق الكابلز يستانسون، وحتى حق اليهال الألعاب المائية والأمور هذه، وحتى الناس اللي قاعد تاخذ عيالها وتروح الكروز قاعد تستمتع. ليش؟ لأنه ما راح يفكر ولا راح يعور راسه، عياله موجودين بالأحواض والسباحة والعروض والأكل والوجبات، كل شيء مفتوح وكل شيء موجود. فبالنسبة لي أنا أشوف رحلة الكروز ممتعة جدا، لأن أنا أساسا أحب البحر وأحب الماء.